بعد انقطاع دام سنتان بسبب وباء كورونا، يلتئم مجددا شمل لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، هذه المرة لإدراج مواقع جديدة في القائمة الشهيرة، وأخرى لتصنيفها حسب درجة ما تتعرض له من مخاطر، وربما إزالتها من اللائحة. وكثيرة هي الملفات المطروحة هذه السنة، كمدينة ليفربول في بريطانيا ومحمية سوليوس في تنزانيا، اللتين قد تسحبان من القائمة. ومن الملفات الحساسة الأخرى الحاجز المرجاني الكبير في أستراليا، المدرج في قائمة التراث العالمي منذ 30 سنة، والذي شهد تدهورا شديدا في السنوات الأخيرة. وأثار احتمال شموله بهذا التصنيف ردات فعل محمومة من البلد، حيث تحتج أستراليا على مقترح المنظمة وتعزي السبب إلى التغير المناخي، فضلا عن تلوث المياه والأنشطة البشرية. وإلى جانب الحاجز المرجاني الكبير، ينطبق هذا التصنيف على مدينة البندقية المتضررة من السياحة الجماعية، وعلى بودابست لا سيما ضفتي الدانوب ومحيط قصر بودا، وذلك ناتج عن أعمال هدم في غير محلها. وفي مسعى إلى تفادي هذا الخطر، أعلنت إيطاليا حظر السفن السياحية الكبيرة التي تهدد الوسط التاريخي للمدينة. وليست كامبرا بالغريبة عن هذه الإجراءات، فقد أدرج موقعان في قائمة التراث المعرض للخطر، وهما غابات مدغشقر ومنتزهات بحيرة تورغانا الوطنية في كينيا. تصنيف المواقع في حالة خطر مصحوبا بعقوبات قد يساعد على حشد الموارد لصيانة الموقع بحسب اليونسكو. وتناقش اللجنة التي يستمر اجتماعها حتى نهاية الشهر الحالي وضع المواقع الجديدة المحتمل إدراجها في القائمة، التي تضم حاليا 1121 موقعا من مجمل 167 بلدا.